من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. والسماء ذات الرجع، نقرأ هذه الآية ونسمعها، وإذا أردنا أن نتلمس المعاني لوجدنا إعجازاً عظيماً في هذه الآية التي تتألف من ثلاث كلمات فقط: والسماء ذات الرجع. وإذا بحثنا في كلام المفسرين وجدنا أن أغلب المفسرين قالوا بأن الرجع بمعنى المطر الذي ينزل من السحاب ثم يرجع في الدورة المعروفة بعدما يتبخر، وهكذا ينزل الماء فيتبخر ويرجع ثم ينزل، وهكذا هي الدورة. هكذا قال المفسرون القدامى، قالوا الرجع المطر أو الغيث، وبعضهم قال السحاب يعني الغيوم التي تتشكل فيها هذه الأمطار فتنزل إلى الأرض، وبعضهم قال الرجع بمعنى الرزق، وهو المقصود ما يخرج من الأرض بسبب نزول الماء من السماء. حول هذه المعاني تكلم أهل العلم من المفسرين قدامى. أما العلم المعاصر فكان هناك تفسير غريب عجيب. هذا التفسير تحت عنوان الإعجاز العلمي، يذكره غير واحد من العلماء. الرجع ليس فقط بمعنى المطر أو الماء الذي ينزل من السماء، وقالوا لو أن المعنى كان محصوراً فقط في الماء لقال الله تعالى والسماء ذات السحاب أو ذات الماء أو ذات المطر، لو كان هو المعنى الوحيد فقط، ولكن هو معنى من المعاني. فالرجع له معاني كثيرة، منها ما يسمونه اليوم بالرجع الهوائي غير الرجع المائي اللي تكلموا عنه قديما، عملية تبخر الماء ورجوعها إلى السماء ثم عودتها، الرجع المائي والرجع الهوائي. الهوائي بمعنى ارتداد الصوت والصدى. وأيضا يدخل تحت هذا العنوان هذه الأجهزة المتطورة اليوم، موجات الراديو واللاسلكي وكل هذه المسائل المتعلقة بذبذبات الصوت التي تخرج وترتفع وتصطدم بالغلاف الجوي المحيط بالكرة الأرضية ثم ترجع، الأصوات التي تنتشر في الفضاء وما يقال حول هذه المعاني، تخرج ثم ترجع، ترتفع ثم ترجع، وعبروا عنه بالرجع الهوائي، وسماه البعض بلغة العصر رجع الراديوي له علاقة بموجات الراديو واللاسلكي وكل هذه الأجهزة المتطورة. طبعا قديما ما كان إسا العلم توصل إلى هذه المسائل المعروفة اليوم، ما كان في أجهزة إلكترونية ولا كان في يعني إنترنت ولا كان في تلفزيون ولا راديو ولا كل هذه المسائل. الآن العلم الحديث بعدما اكتشفت كل هذه الأمور وبعدما سخرها الله سبحانه وتعالى للإنسان فأصبح الأمر أوضح بكثير. رجع أيضا يا أخواننا من نوع آخر، هناك كثير من الغازات المنبعثة من الأرض وكثير من الأمور التي تتبخر من الأرض أيضا ترجع إلى الفضاء الخارجي، أمور كثيرة تحت عنوان الرجع.
يعني حتى أن بعض العلماء أوصل أنواع الرجع اللي هي كلمة نحن بنقرأها الرجع، ولكن نتيجة البحث العلمي توصلوا إلى أن الرجع يتجاوز 7 أو 8 أنواع. تخيلوا يا إخوان، نحن فقط إذا جينا على كتب التفسير ابن كثير الطبري القرطبي أي مفسر من المفسرين القدامى كل بتلاقيهم عم يكرروا نفس الكلام، بيقولوا لك الرجع بمعنى المطر، الرجع بمعنى السحاب الغيوم، يعني حول نفس المعنى. هذا ما توصلوا إليه في زمانهم في فهم كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن سبحان الله تطور العلم الآن، كيف الإنسان فعلا يصبح باستطاعته أن يفهم المراد الإلهي من خلال هذا الوحي بمعنى أشمل وأوسع. وأيضا سبحان الله العظيم وهو القادر على كل شيء، من أنواع الرجع أن السماء تلقي إلينا أحيانا كثير من المسائل، ومنها ما ينزل من الشهب وغيرها. وأيضا الله سبحانه وتعالى الذي حفظ أو حفظ هذه الأرض من أجلنا نحن، من أجل البشر، من أجل الإنسان الذي كرمه، أيضا الله تبارك وتعالى يرجعها وتكون محمية محفوظة بحفظه سبحانه وتعالى، فيتجلى باسمه الحفيظ. إذن هذا كلام، وهناك كلام كثير لو أردت أن تتعمق في المعاني العلمية لهذه الآية لوجدت من خلال المراجع والمواقع التي تتحدث عن الإعجاز العلمي لوجدت كلاما عجيبا غريبا. سبحان الله العظيم جل جلاله تجلى سبحانه وتعالى من خلال هذا المعنى الذي هو في هذه اللفظة الرجع، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. الصدع أيضا المفسرين قالوا الرجع هو الماء الذي ينزل ويرجع، طيب الصدع ما يخرج من الأرض، يعني بمعنى أن الأرض تتشقق تنصدع ويخرج منها ماذا بسبب نزول الماء؟ يخرج منها النبات. سبحان الله، فرجع مطر ماء مسكوب من 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 السماء بقدرة القادر، يقابله صدع تتصدع هذه الأرض وتتشقق ويخرج منها النبات وتخرج الأشجار وتخرج الغابات، وكل هذا قالوا بأنه الصدع. وأيضا إذا تلمسنا وحاولنا أن نبحث عن معاني الصدع تحت عناوين الإعجاز لوجدنا آيات عظيمة لقدرة القادر سبحانه وتعالى في قضية الصدع وتصدع الأرض وطبقات الأرض، وكيف أنها يعني أيضا بأنواع كثيرة أنواع الصدع يقفون عندها من خلال علم الجيولوجيا وتصدع الأرض وأنواع الصخور الموجودة في الأرض. ولكن بكل الأحوال هي آيات، هي إعجازات من خلال هذه المعاني الله سبحانه وتعالى يبينها لنا. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، ثم يقول الحق سبحانه وتعالى إنه لقول فصل. إنه من العلماء من قالوا القرآن الكريم بكل ما فيه، إنه القول الفصل الجد الذي لا هزل فيه، وما هو بالهزل، ما في لعب هنا، ما في عبث، كله مرتب كله منظم بقدرة القادر الذي أبدع كل شيء وأتقن كل شيء. إنه القرآن، وبعضهم قالوا إنه أي هذا الذي تقدم من بداية السورة وما فيها من الإعجازات، والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليه حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراء، كل آيات عظيمة. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه كل هذا الذي يعني أوحيت به إليكم عن طريق هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، إنه لقول فصل، لقول عظيم جد ما فيه هزل،
وما هو بالهزل سبحانه وتعالى جل جلاله. ثم تختم الصورة بهذه المشهدية الرائعة للذين لم يعتبروا ولم يعني يتواضعوا أمام كل هذا الإعجاز، أمام كل هذه الآيات الباهرة، وأمام قدرة القادر جل جلاله، ظلوا معاندين وظلوا على كفرهم. فالله عز وجل يهددهم ويوعدهم فيبين مكرهم وكفرهم وعنادهم، إنهم يكيدون كيدا هؤلاء المعاندين والمشركين والكافرين والمنكرين والملحدين، إنهم يكيدون يمكرون ويحاولون الهروب من هذه الحقائق، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا، أي أن الله سبحانه وتعالى يمكر بهم كما يمكرون ويرد مكرهم وكيدهم ويبين للخلق. وهذه الآيات دائما سبحان الله تتوالى وتنكشف في كل يوم هذا الإعجاز العظيم في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء الآن، أغلب العلماء على مستوى العالم وخاصة الغربيين الذين تعلموا وتعمقوا في العلم بعد البحث وبعد التدقيق، سبحان الله بتلاقي الكثير منهم ماذا يفعل؟ يسجد وينحني أمام قدرة القادر ويدخل في محراب الإيمان. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. مهل الله سبحانه وتعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له فمهل، يعني مهما عاندوا ومهما كفروا ومهما أنكروا ومهما ومهما، فمهل تهديد واضح لهم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، قريبا سينالون عقابهم وسيدركون مدى يعني ضعفهم أمام هذه الآيات. نسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من المتبصرين ومن الثابتين على هذا الإيمان العظيم إلى يوم لقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.